بتجي انه بيسجل بعدها بشويه. طيب باشمهندس معاكم 10 دقايق اتفضل. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا بدر الزاهد هكلمكم انا ومحمد اسامه وعمر محمد وزياد محمد وكريم نبيل عن ايه هو الجي بي اس والاوريجنز اوف جي بي اس والجي بي اس سيجمنتس وهاو داز جي بي اس وركس وهاو اكيوريت از جي بي اس اون فون وادفانتج اوف جي بي اس واخر حاجه ابلكيشنز. دلوقتي زي ما كلنا عارفين ان زمان لما الناس كانت تحتاج تعرف تجاه حاجه او تحدد تجاه مكان او بلد عايزين يروحوها كانوا بيبصوا في السماء، يبصوا على الشمس عشان يعرفوا الشرق من الغرب، او يبصوا على النجوم عشان يحددوا الاتجاهات، او يعرفوا هم هيمشوا ازاي عشان يوصلوا المكان اللي هم عايزينه. لكن دلوقتي بكل سهوله هتفتح موبايل وتفتح الجي بي اس، تكتب المكان اللي انت عايز تروحه، هيجي لك ايه اسرع طريق وايه اسرع طريق وايه الاماكن اللي فيها زحمه وايه الاماكن اللي فيها فاضيه والاستيميتد تايم اللي هتوصل فيه بالظبط. طيب what is GPS؟ GPS stands for Global Positioning System. في الأول كان اسمها Navstar وهي كانت owned by US government and operated by US Space Force. وهنتكلم أكتر عن إيه هو GPS في السلايدز اللي جاية. GPS اتعمل سنة 1977. أول ما اخترعوا GPS كان لأسباب عسكرية. بعد كده بدأت الدنيا تتطور وبدأوا يستخدموه في العربيات، بس كانت low quality بالنسبة للجي بي اس اللي كانوا بيستخدموه في الأماكن العسكرية. ولكن دلوقتي احنا كلنا بنقدر نستخدم الجي بي اس بهاي كواليتي عادي جدا، وكمان الجي بي اس مش محتاج انترنت كونكشنز ولا محتاج سيجنالز للموبايل. بس لما بيكون في انترنت كونكشن او سيجنالز ده بيزود الاكيورسي بتاعت الجي بي اس. ودلوقتي الباشمهندس محمد اسامه هيكلمنا عن الجي بي اس سيجنالز. طيب دلوقتي ايه هو الاستراكشر بتاع الجلوبال بوزيشننج سيستم؟ الجلوبال بوزيشننج سيستم بيتكون من 3 ميجر سيجمنتس: سبيس سيجمنت، يوزر سيجمنت، وكنترول سيجمنت. اول حاجه السبيس سيجمنت. السبيس سيجمنت بيتكون من 24 ساتلايتس، كل ساتلايت بيربط الكره الارضيه كل 12 ساعه على ارتفاع حوالي 20000 كيلو فوق سطح البحر. الساتلايتس بيتحركوا في 6 اوربيتال بلينز، كل بلين بيمشي فيه 4 ساتلايت، هم بعاد عن بعض 60 ديجريز عن الفيرتيكال بلين. يعني لو ده سطح الارض وده الفيرتيكال بلين وفي ساتلايت على بعد 30 ديجريز من هنا، يبقى في ساتلايت الناحيه الثانيه ديجريز من الفيرتيكال بلين. تاني حاجه اليوزر سيجمنت. اليوزر سيجمنت هو الجي بي اس ريسيفر اللي موجود في ايا كان الابيرتس اللي انت بتستخدمه، زي الموبايل او الانفوتينمنت سيستم بتاعت العربيه. اخر سيجمنت هو الكنترول سيجمنت. الكنترول سيجمنت هو اللينك اللي ما بينك وبين السبيس سيجمنت، وهو بيتكون من تراكنج ستيشنز موجودين تقريبا حوالين العالم كله. والخريطه اللي قدامنا دي بتورينا اماكن الستيشنز دي، هم عاملين زي حزام حوالين الكره الارضيه. طيب ازاي السيستم ده بيشتغل؟ يعني ازاي يقدر يحدد لنا اللوكيشن بتاعنا ويفيد لنا كل الابلكيشنز دي اللي احنا لسه هنتكلم عليها قدام في البرزنتيشن؟ دلوقتي احنا معانا 3 ساتلايتس، ساتلايت A وB وC، وكل واحد فيهم بيبعت سيجنالز. السيجنالز دي بتترافل على شكل سفيريكال بلينز زي ما احنا شايفين. الساتلايت A خرجت منه سيجنال وبتبروباجيت لحد ما توصل للريسيفر. معنى كده ان الريسيفر موجود على بوينت ما على بعد الراديوس ده من الساتلايت. طيب نفس الكلام في ساتلايت B، السيجنالز هتفضل تبروباجيت لحد ما توصل للريسيفر، وكده اكون قللت البوينتس اللي ممكن الاقي فيها الريسيفر من انفينيت نمبر اوف بوينتس ل 2 بوينتس بس، اللي هم الانترسكشن ما بين التو سفيرز. تيجي بقى السيجنال بتاعت ساتلايت سي تاكد لنا ان هي دي البوينت اللي موجود فيها الريسيفر، لان الانترسكشن ما بين الثري سفيرز هيبقى عند بوينت واحده بس. طيب الحسابات دي حصلت ازاي؟ دلوقتي احنا بنعرف نعمل سنكرونايزيشن للتايم اللي السيجنالز هتبدا تترافل فيه من الساتلايتس، بمعنى ان السيجنالز هتطلع في نفس الوقت، واحنا عارفين سرعه السيجنالز اللي هي سرعه الضوء اللي هي 3 تايمز 10 باور 8. اوكي التايم لاين اللي هيظهر لنا دلوقتي هيحسب لنا الوقت اللي هتاخده الويفز من كل ساتلايت لحد ما يوصلوا للريسيفر. دلوقتي الريسيفر عارف فين الساتلايتس وهم على بعد قد ايه وقت منه. لو عملنا مالتيبليكيشن للتايم والسبيد اوف لايت خلاص كده عرفنا الديستنس. كده احنا معانا التايم اوف ترافل بتاع السيجنالز والديستنس ما بين الريسيفر والساتلايت، ونقدر نحدد مكان الريسيفر بكل دقه. وبمناسبه الدقه عمر هيكلمنا عن الاكيرسي بتاعت الجي بي اس.
How accurate is the GPS؟ الساتلايت بتوزع السيجنالز بتاعتها بطريقه معينه في السبيس وباكيورسي معينه، بس مش كلها بتوصل لينا بسبب ان هي بتعتمد على كذا فاكتور. من الفاكتورز دي الساتلايت جيومتري والسيجنال بلوكج والاتموسفيريك كونديشنز والكواليتي بتاعت الديزاين بتاع الريسيفر. عندنا الجي بي اس العادي بيبقى اكيوريت اللي وذين رينج 4.9 متر راديوس اندر الاوبن سكاي، بس الاكيوريسي دي ممكن تبقى مش كويسه بسبب ان هي انت اللوكيشن بتاعك قريب من المباني او الطرق او الكباري. فاحنا لو استخدمنا الجي بي اس في مكان اندور او في مكان اندر جراوند ممكن يطلعنا ان احنا في مكان غلط بسبب البلوكد او الريفلكتد سيجنالز، وبرضه بسبب ان المابس ممكن تكون مرسومه بطريقه غلط. كان في مباني او طرق موجوده زمان واتشالت، او بسبب ان في حاجات اتعملت جديد وما اتحطتش، فكل ده ممكن يطلع ان احنا في لوكيشن غلط. لو احنا دلوقتي عايزين نحسن من الاكيرسي بتاعت الجي بي اس للاستخدام العسكري او الاستخدام المدني، فاحنا بنستخدم حاجه تانية اسمها يعني سكند جي بي اس، بيبقى محطوط عند نقطه فيكسد لينا، ودي بتعلي الاكيرسي بتاع الجي بي اس لاقل من انش. عندنا حاجه تانية برضو اسمها الاتوميك كلوك الجي بي اس عشان نحسن الاكيرسي. الجي بي اس بيبقى فيه حوالي كذا اتوميك كلوك عشان نحسن الاكيرسي، بتبعت سيجنلز والسيجنلز دي بيتعمل لها دي كود من الريسيفر. اكتر اكيرسي وصلت للجي بي اس كانت باستخدام 4 اتوميك كلوكس عشان وصلت لاعلى اكيرسي باستخدام الاربعه دول. ودلوقتي هنتكلم عن الادفانتج بتاع الجي بي اس مع كريم نبيل. الجي بي اس ليه استخدامات كتير واللي كتير مننا مش عارفينها. لو عايز تعرف اكتر عن مميزات واستخدامات الجي بي اس انا هقول لك عليه. اول استخدام واكتر استخدام لينا هو في الطرق، ولو عايز تروح من مكان للتاني بتستخدم الجي بي اس عشان تعرف اقصر طريق. بس استخدامك للجي بي اس مش بس هيعرفك اقصر طريق، لا ده كمان هيعرفك اقل الطرق ازدحاما، وفي حاله الاحوال الجويه الغير مستقره هتعرف اذا كان الطريق ده مثلا في تجمع مياه كبير او شبوره او غبار، وهتخلي حركتك على الطريق ده حاجه مناسبه. تاني استخدام معانا في للجي بي اس هو ان في بعض الدول بتستخدم الجي بي اس في تتبع بعض المجرمين بعد الافراج عنهم لمده معينه. الجي بي اس ده بيبقى جهاز مرفق مع المجرم وبيرصد كل تحركاته. ثالث ميزه معانا ان بعض الشركات بتستخدم الجي بي اس ده مع الموظفين عشان يتاكدوا من جديتهم واتقانهم للعمل، وعلى سبيل المثال شركات الشحن والتوصيل مثلا تستخدم الجي بي اس عشان تتاكد من وصول الشحنات في ميعادها المحدد. رابع استخدام معانا وعلى نفس السياق الاطفال الصغيرين او كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه، اي حد وجوده في الشارع لوحده ممكن يمثل خطر عليه. في طرق كتير لتتبع الناس دي مثلا عن طريق جهاز صغير بتبقى معاهم في جيبهم او في الشنطه او في اي حاجه معاهم عامه، وبتقدر تتتبع مكانهم والاحداثيات بتاعت مكانهم بالظبط من غير استخدام انترنت. ده بيبقى من على تليفونك وبتعرف كل حاجه اول باول. الجي بي اس برضه بيستخدم في توقع الزلازل وتحديد مكانها، دي ميزه كبيره جدا لانه بيأثر على حياه الناس بشكل كبير، ولما الدوله بتعرف حاجه زي كده قبلها بتقدر تبلغ الناس او تخلي المكان ايا كان، وده طبعا بيزيد من الامان الناس. اكيد طبعا مش هنكون بنتكلم عن الجي بي اس وننسى استخدامه واهميته في الطيارات والسفن، وانه دلوقتي بيمكننا من اننا نرصد اماكنهم وقت وقوع اي مشكله. ومش بس كده، لا بيستخدموا الجي بي اس والطيارات في السفن عشان يحددوا المسار المناسب ليهم بالنسبه للرياح والامواج والعوامل الجويه المختلفه. واخيرا بقى، عمرك سالت نفسك ازاي كلنا الساعه في معظم تليفوناتنا مظبوطه بالثانيه؟ محدش مقدم ثانيه ولا مؤخر ثانيه. ده هقول لك ليه، لان هم بيستخدموا الجي بي اس في تحديد خط الطول اللي انت عنده، ومنه الساعه بتتغير تلقائي، يعني لو مكانك اتغير الساعه هتتغير تلقائي. اتمنى تكونوا عرفتوا تطبيقات الجي بي اس وقد ايه هو مهم في حياتنا. دلوقتي زياد محمد هيقول لكم الكونكلوجن بتاع موضوع النهارده. اتكلمنا عن الاوريجن اوف جي بي اس وازاي بيشتغل وهاو اكيوريت الجي بي اس، وكمان ايه الابلكيشنز بتاعته، ولان اكتر طريقه نقدر نعرف بيها اهميه الحاجه لما بتختفي. هنتكلم عن في الكونكلوجن بتاعنا عن اورلد وزاود جي بي اس. من سنه 1970 تم اطلاق حوالي 74 ساتلايت، منهم 31 شغال 24 ساعه بيحدد البوزيشنز بتاعتنا، 9 منهم ما بنستخدمهمش، واثنين منهم لسه اندر تيستينج، واثنين منهم حصل لهم مشاكل اثناء اللانشنج، و30 منهم خلاص ما بقوش يستخدموا. تعالوا نتخيل لو الجي بي اس ساتلايتس اختفت وما بقتش موجوده، هل كل المشكله اللي هتظهر في حياتنا اننا هنرجع نستخدم تاني البيبر مابس، او لما نحب نوصل لمكان هنضطر نسال حد؟ الحقيقه ان من غير الجي بي اس مش هنقدر نتراك او نحدد الديستنيشنز بتاعتنا سواء في البر او في البحر او في الجو، وده هيؤدي الى زحمه. بس برضه السيستمز اللي بتعتمد على التايم زي التحويلات البنكيه او كل الكوميونيكيشنز سيستمز مش هتشتغل. السوبر ماركت شيلفز هتفضل، ده لان السوبر ماركت والسفن مش هتقدر تتواصل تاني، وبالتالي البضاعه مش هتقدر توصل في نفس الوقت.
فكلنا متخيلين فعلا ان الحياه من غير الجي بي اس هتكون صعبه، ولكن المفاجاه ان ده فعلا حصل سنه 2016 في شهر فبراير. حصل مشكله في احد الساتلايت ادت الى ان حصل مشاكل في النت في نورث امريكا وكذا دوله زي كندا والمكسيك، ومعظم الدول حسوا مشكلة كمان في البنك ترانزاكشنز، وكمان كذا راديو ستيشن زي البي بي سي حصل فيها مشكلة اكتر من يومين. ودلوقتي اتمنى نكون فدناكم، وشكرا لكم. شكرا لشفانسين. سوري دكتور، حصل كذا مشكلة بس